يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، في هذه الأيام يأتي الحجيج من كل حدب وصوب، يأتوا من بلاد الدنيا كلها، من القارات الخمس، من البحار والمحيطات المختلفة، آمين البيت العتيق. نسمع هذا الهتاف الجميل، لبيك اللهم لبيك. جاءوا نداء لأبيهم إبراهيم يوم أن أمره الله أن يؤذن قديما، وحكي هذا الخطاب القرآني في قرآن يتلى. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءوا يقولون لربهم: لبيك اللهم لبيك. صوت من العالم العلوي ناداني: لبيك لبيك لا آن ولا واني. ما أعذب الصوت، ما أحلاه من نغم، سمعته بجناني لا بآذاني. لبيك ملء فمي، لبيك ملء دمي، لبيك يا رب من قلبي ووجداني. لبيك يا رب لا آلوك تلبية حتى تمن على ذنبي بغفراني. وأنت أحنى على العاصين أنفسهم من كل أم رؤوم أو أب حاني. وما أبالي بما في الكون أجمعه إن صح منه الرضا عني وأرضاني. أيها الإخوة، فرق كبير بين أن يحج الإنسان فيكون الحج رسوم وتقاليد، يفعل كما يفعل الناس، يطوف كما يطوفون، يسعى كما يسعون، وبين أن يحج الإنسان ويستشعر أسرار الحج، يستشعر حكم الحج، يستشعر المواقع التي يزورها والمشاعر التي يؤديها. فرق كبير. أرأيت إلى الصلاة يقف الرجلان جنبا إلى جنب في الصف، هذا يركع ويسجد وهذا يركع ويسجد، هذا يفكر في الدنيا طول الصلاة وأفكاره هنا وهناك، وهذا في عالم آخر يستشعر أنه يقف بين يدي الملك، يستشعر معاني السجود، معاني الركوع، معاني الذكر. فبين صلاة الرجلين بون شاسع، كذلك كل العبادات. الحج له أسرار وحكم، إن استشعرتها سيكون الحج متعة، سيكون الحج أشواق قلبية، سيرجع الحاج فعلا كيوم ولدته أمه. معا في هذه الدقائق اليسيرة نصحبكم في رحلة في أسرار الحج ومعانيه وحكمه، أو شيئا من معانيه، لأن معاني الحج لا يحيط بها أحد. أذن إبراهيم قديما عندما صعد جبل أبي قبيس، وأوصل الله صوته إلى أجيال إلى يوم القيامة. جاءوا والشوق يحدوهم. قال إبراهيم وهو يدعو ربه: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ما أجمل كلمة، تهوي إليهم، القلوب تهوي إلى البيت العتيق. أرأيت إلى الرجل الشيخ الكبير من سنين وهو يجمع الدينار على الدينار، كل هدفه أن يحظى برؤية البيت العتيق. أرأيت إلى المرأة العجوز تقول لزوجها: بالله عليك
أريد أن أصلي خلف المقام ركعتين، بالله عليك أريد أن أشرب من زمزم أمام البيت العتيق. ما هذا الشوق؟ ما هذا الحنين؟ إنه مصداق قوله تعالى: أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، يا حبذا ما بين زمزم والصفا، عند الرحيل سمعت صوت منادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. العجب أن الحج في مكة، مكة بلد تضاريسه صعبة، مكة جبال جرد صم، البيت العتيق محاط بالجبال، لا مياه جوفية في مكة إلا زمزم، واد غير ذي زرع، درجات الحرارة في مكة في الصيف أعلى ما تكون، ومع ذلك تهوي أفئدة من الناس إلى البيت العتيق. لماذا لم يكن الحج في بلاد الشام، حيث النسيم العليل، حيث الظل الظليل، حيث الشطآن الجميلة؟ كلا، أريد أن يكون الحج في مكة في الوادي غير ذي زرع، لئلا يأتي الآتي إلى مكة إلا وهو يريد البيت العتيق، لا يريد الأماكن السياحية الجميلة، يريد البيت العتيق وحسب. كانت هذه أول الحكم، أن يأتي الآتي ليؤم البيت العتيق. وهو في طريقه إلى مكة يقال له: قف عند أماكن تسمى المواقيت، تحيط بمكة من كل الجهات، 5 مواقيت تحيط بمكة، لا ينبغي للحاج أو المعتمر أن يتجاوزها إلا أن يقف عندها. لماذا يقف؟ يقف ليلبس للزيارة لباسها الرسمي. نعم، إنك تزور بلداً غير عادي، إنه مكة، إنه البلد الحرام، البلد الأمين. حرام لأن هنا أشياء تحرم في هذا المكان خاصة، بلد أمين، كل شيء في مكة آمن، حتى الطير، حتى الوحش والحيوان. في مكة لا يجوز لك أن تنفر الصيد، في مكة لا يجوز لك أن تقتلع الشجر الذي نبت لوحده، في مكة لا يجوز لك أن تصيد وقت الإحرام، كل شيء آمن، حتى الحيوان، حتى الطير، حتى الشجر. قف فالبس للزيارة لباسها الرسمي. ما لباسها؟ إزار ورداء أبيضان فقط، تستحم، تغتسل، ثم تلبسهما لوحدهما، أبيضان، لأن البياض قليل الحمل للدنس. فتتذكر أن الذنوب تدنس هذا القلب، هذا القلب ينبغي أن يكون أبيض، كلما أذنب الإنسان نكتت نكتة سوداء في القلب، والبياض قليل الحمل للدنس، أبيضان لينمان عن نقاء السريرة. إنها ذكرى الأكفان، ذكرى أنك في رحلة إلى الله تبارك وتعالى. في حجة الوداع توفي رجل من الصحابة في أثناء حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تلبس اللباس الرسمي ثم تبدأ في التلبية: لبيك اللهم لبيك. من المواقيت، وأقرب المواقيت إلى الحرم 75 كيلومتر، وأنت تقول لبيك اللهم لبيك، كل هذه المسافة وأنت تقول لبيك، يا ربي أتيتك، سمعت نداءك، يا ربي أتيتك، وقلبي يشتاق إلى بيتك العتيق، لبيك اللهم لبيك، يا ربي ذنوبي أثقلتني، جئت إلى بيتك العتيق لأقف ببابك لكي تغفر ذنوبي، لبيك اللهم لبيك. وتنظر عن يمينك وشمالك، الحجر، الشجر، المدر، كله يردد أصداء التلبية، لبيك اللهم لبيك، والجموع من حولك تلبي، حتى تصل إلى البيت العتيق. لا تقطع التلبية حتى تراه،
كل هذا، هذه التلبية إنها إعداد نفسي، لأن المرء مستعد ليلبي أوامر الله تبارك وتعالى. تدخل مكة فتبدأ معك الذكريات، تبدأ معك الشجون، تبدأ ذكريات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل موضع في مكة له ذكريات لا تنسى، من زمن إبراهيم حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تصل إلى البيت العتيق. يا الله، ما أحلى أول نظرة للبيت العتيق! إذا زالته العين زال ظلامها، وزال عن القلب الكئيب التألم. ما الذكريات أثناء البيت؟ ما الذكريات أثناء الطواف؟ ما الذكريات في مكة؟ في لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يكتب الحج أو العمرة لكل سامع، وأن يطفئ هذا الشوق إلى البيت العتيق. وصلى الله على عبده ورسوله سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوما رحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي. الشوق أقلقني والصوت الحادي.